بيقفل بالظبط كده، عشان اول ما الكره بنقطعها على طول في بقى ثلاثه ايه وحوش قدام بيطيروا. حسين الشحات بقى كان بيسيبك تدافع لوحدك. حسين اصلا يعني عايز اقول لك ولا انا هو اللي هو معانا على التليفون عشان يقول الو احمد اشيك انا اللي بخليك تهاجم احمد. مش عايز اقطع ماشي، احنا اجابه واحده شيك. ها حبيبي يا سحس لسه والله هقطع فيك دلوقتي. لسه هيبدا. حسين منورنا يا حبيبي. حبيبي يا كابتن ربنا يخليك يا رب. عامل ايه يا كابتن؟ ربنا يخليك. لسه كنت بتكلم مع احمد بقى الجبهات بيسيبك تطلع، ويعني الراجل لسه كان بيتكلم عليك بكل خير. لسه بيقول كان مدلعك صحيح. وهنا برضو جايب سيرتك كتير مظبطك برضو. عامل ايه؟ يا عم انت ايه؟ كويس؟ كله تمام الحمد لله. والله انا في الشارع والله يا جماعه، فتلاقي الصوت بقى بايظ ما صوتك متغير عن الاستوديو خالص. انا في الشارع. الشارع بقى. طيب الله يخليك. بتقطع فيها شيخ؟ ما اقدرش، انت عارف يا جماعه. قول لنا يا حسين تقول ايه لاحمد؟ نعم كابتن. تقول له ايه؟ تقول لي ايه؟ طبعا زميلك ومشوار طويل جدا مع بعض. شيخ حبيبي يا كابتن والله، يعني نقابل مقاصة واحنا طالع عينينا مع بعض يا كابتن والله، يعني الشيخ لعيب كبير يا كابتن، وزي ما انا كنت معاك قلت لك الشيخ لعيب كبير، والشيخ يفضل لاي مكان هو فيه. لعيب كبير بيعرف يجيب جول سواء برجله سواء بدماغه سواء مهاره سواء اي حاجه. الشيخ لعيب كبير يا كابتن. احمد الشيخ يشبهك في ايه يا كابتن حسين، سواء في الملعب او بره الملعب؟ جدعنته حبيبي يا سهل. بره الملعب ايه؟ انا بقول لك بره الملعب جدعنته بتاع الكوره بقى. كل الكوره بقى كل واحد بقى عشان بظبطه. سمعت دي ولا لا؟ اساله يا كابتن. انا عامل له كور كتيره والله، بس انا عشان بظبطه وبعمل له كور. لا كتير لا شيء كتير. شيء كنت انا وهو جابها واحده ما كنتش يعرف مين فينا الباب. ده حقيقه، دي حقيقه. انا اتفرجت كتير على ماتشات المقاصه، كان بشوف ان حسين طالع وينج رايت عمل لي جوال كتيره جدا في فتره المقاصه بصراحه. هو وانا بديله والله كور كتيره، بس هو اللي بيضيع. هو اللي بيضيع بقى. شفت بقى انت مالكش دعوه. فاكر العارضه؟ كان كل شويه مثلا خلاص هيجيب جول في العارضه، اكتر والله العظيم اكتر من خمس كور بجد في حوالي 10 ماتشات في العارضه. يا ابني انت بتبقى حاجه يا ابني، انت عليك ند. والله يا كابتن في المقاصه انا كنت بنشف العارضه بس. اول سنه دي في المقاصه ما بيعملش حاجه ان هو ينشف العارضه. وايه بقى كابتن في العارضه؟ في العارضه في الناحيتين بتترد في العارضه هنا والعارضه هنا. طب يا حسين عليك ند يا حبيبي، عليك حاجه اذبح اعمل اي حاجه. طب غمض عينك وانت بتشوط يمين تخش. بص على الجول اليمين وبالشمال كله في العارضه، في العارضتين، العارضه اللي فوق بقى تيجي في العارضه وتطلع وماشي على خط الجول. اول سنه دي فعلا كانت غريبه. اول سنه دي كانت غريبه، بس الحمد لله ربنا فتح عليك بقى. فكيتوا العمل بقى. ازاي ما اعرفش والله. دبح حد من عياله بعد الشر. لا منورنا يا حسين، ودايما عايزين بقى نشوف ان شاء الله قريب بقى الدويتو دوت، نشوف حسين ونشوف الشيخ مع بعض باذن الله، لان التحديات اللي جايه كتيره جدا يا حسين، واحمد عارف الكلام ده كويس. المشوار مشوار الدوري بالرغم ان احنا متقدمين بنقط كتيره لكن لسه ما خلصش. دي حقيقه. وكمان بقى الاكبر الجائزه الكبرى زي ما بنقول افريقيا. ان شاء الله ان شاء الله افريقيا باذن الله نقدر نحقق باذن الله. ربنا معاكم يا كابتن. شكرا ليك. بالتوفيق. شكرا ليك وبالتوفيق ليك من مصر.